الكويت والسعودية. في أخبار اتنقلت خلاص، يعني أنت عارف الكويت فيها دواوين، وولد عمي وولد خالي وكل الناس بتعرف. في أخبار اتنقلت من داخل، يعني تم خرق الحجب عن الزيارة. الزيارة دي كان المفروض تتم يوم السبت، صح كده؟ إيه اللي حصل؟ اتأجلت للحد الصبح، الظهر، العصر. تابع معايا كده في اللوحات اللي عملها زميلنا عبد الرحمن وشوف معايا، لأنه ده نص، النص اللي موجود ده موجود في بعض الجرايد زي الأخبار اللبنانية، موجود في بعض التغريدات المنسوبة لبعض الناس اللي عندهم اطلاع في الكويت. طبعا هتتلاقي في حد بينفي وحد مش عارف ايه، لكن بن سلمان زار الكويت الساعة 5:30، استقبله ولي العهد نواف الجبل، خلاص. وبعدين راح على قصر بيان، بيان دي منطقة، قصر بيان ده قصر كبير، استقبله امير الكويت بوليمة عشاء ترحيبا به، كويس كده؟ تمام، ما فيش تقصير. بعدين على الاكل، المعلم ده ما مدش ايده على الترابيزه، محمد بن سلمان ما رضيش ياكل، وبدل ما ياكل عمل ايه؟ قطع اللحم وبيديها لمين؟ للشيخ جابر، علشان الشيخ جابر زي والده يعني. طبعا دي اهانه. فنقل انه قال له يا ولدي، يعني تعشى يا ولدي، لا تقطع لي من خير، ما تقطعليش من خيري انا، يعني فهمني؟ اتعشى يا ولدي، ده السيناريو الارجح. فمحمد بن سلمان غلط غلطه كبيره، فلما قطع وما رضيش ياكل، يبقى كان خايف ياكل، ممكن خايف يشرب، ممكن خايف يتسم مثلا، مثلا يعني، او اعرب عن غضبه، يعني جاي الاجتماع وهو ايه؟ متضايق. هقول لك كان متضايق ليه. طيب، فمحمد بن سلمان قال له والله ايه؟ الشيخ جابر قال لك جاء ده، هذا وراه طمع في الكويت. ليه بقى؟ انت انا انت بضيفني الخليج، لما تتحط الوليمه لازم الكل ياكل منها، اذا ما اكلش منها يبقى انت معناه ان انت ممتعض. ليه بقى ممتعض؟ كمل بقى اللوح عشان اشرح لك القصه، عشان تعرف الطمع جاي منين. محمد بن سلمان بيقوم بدور البلطجي الوكيل للبلطجي الاكبر ترامب، خلي بالك من الحكايه دي. ترامب طلب طلبات، محمد بن سلمان قعد مع نواف الجابر، الشيخ نواف، قال له عليكم ان تقبلوا بضم المنطقه المقسومه ومنطقه الوفره والخيران وميناء الزور الى السعوديه، والتنازل عنها، واللي وقع على التنازل مين؟ امير الكويت ولي عهده. دي اهانه. تروح لبلد واحد المفروض لو في تفاوض بيكون في لجان للتفاوض، فهو راح واخد نقد وقال له عليكم ان تعملوا. لا لا، ده انت يعني زودتها شويه. طبعا نواف كلم مين؟ امير الكويت، قال له محمد بن سلمان بيطلب ان احنا يا نضم المناطق دي كلها للسعوديه رسمي ونسلمها لهم، يا ندفع لهم 20 مليار دينار كويتي. 20 مليار في 3.4 يبقى 68 مليار دولار. شايف؟ ليه محمد بيلم الجزيه؟ خدها من ولد عمه، خدها من، انا قال لك ايه؟ الكويت بقى هتطلع لنا في المقلوب، يلا ادفع يا امير الكويت. لان محمد بن سلمان واحد ما زال يحمل في صدره موقف امير الكويت اللي حكيت لك عنه زمان، وقلت لك انه الموقف ده مش هيسيبه، والكويت هتبقى في مرمى النيران السعوديه، قلت لك هذا الكلام. هقطع الكلام اللي انا بعرضه ده دلوقتي عشان اعرضك الكلام القديم. الكويت في مرمى النيران، لانه الكويت اخذت موقف محايد، ورات ان تصرفات بن سلمان تصرفات غبية وغشيمة، وحتى هي خروج على تقاليد الخليج. وريني كده، احنا قلنا في شهر 6 ايه بعد اذن حضرتك؟ السنة اللي فاتت. يا خبر ابيض، ده في 6 ولا في 8؟ 8 6. يا خبر ابيض، ده بعد موضوع الغزو مباشرة، محاولة الغزو، انت عارف المقاطعة دي بدأت والحصار، بعدها مباشرة وبمتابعة دقيقة لأبواق السعودية في الصحافة قلت الكلام ده. اتفضل يا فندم. الراجل ده كتب مقال بيقول وشلون الإخوان بالكويت
وشلون يعني ازاي الحال؟ شلونك يعني ازيك؟ ده بيكلم النهارده ايه؟ الجمعه. ولسه الشيخ صباح مخلص مهمته من يومين. فبيتكلم على مين؟ على اخوان الكويت. ومن يومين برضو ذكرت بعض الصحف انه الكلام مش على قطر، ده على قطر والكويت. ومن ايام العتيبه اللي هو السفير بتاع قطر بتاع الامارات في امريكا ذكر انه قطر والكويت بتمولان الارهاب. عيال زايد عاوزين يوقعوا الكويت في السكه، ومعاهم محمد بن سلمان. خلاص بقى كده ده من بدري قوي، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان ده من بدري، ده كانت لسه بيحجلوا على موضوع الغزو، بس كان التدريب ضربه فين؟ في الكويت. تنمر يتنمر يجري ويتربص بالكويت لحد حكايه. طبعا الشيخ نواف حسب اللوحات اللي حضرتك بتشوفها دي، الشيخ نواف رفض الكلام ده، مش رفضه، عمل ايه؟ رفع السماعه على امير الكويت. نكمل بقيه العرض. واذا قبلتم فان المملكه تتعهد لكم لو دفعت 68 مليار بتشغيل حقوق حقول الوفره والخفجي بالمساهمه في بالتعويض خسائر الكويت الناجمه عن توقف انتاج النفط من 4 سنين. يعني قلت لك امبارح انه الشركه الكويتيه لنفط الخليج هي شركه مشتركه. تم ايقاف الشغل فيها من 4 سنين. السعوديه وقفت التصدير. والكويت هاديه، ما يعني مش مشكله، نبلع الخساره عشان خاطر ايه؟ السعوديه. فعمد سلمان يا تدونا الحقول كلها يا تدفعوا لنا 68 مليار دولار، اذا كانت العمله بالدولار او بالدينار لا اذكر، لكن بالدولار هيبقى 20 مليار المبلغ ده، وساعتها احنا كمان عن ايه؟ هنشغل بقى الحقول دي مع بعضينا. وبعدين بعد شويه يجي محمد ابن محمد بن سلمان يعمل خناقه ثانيه ويقول لابوه يبا انا ابغي هذه الحقول. هي مسخره يعني، انت عارف واحد بلطجي من ايده على حاجه الناس. الشيخ نواف ارسل اتصل بالهاتف بمين؟ بامير الكويت وقال له يا طويل العمر السعوديه بتشرط علينا كده. الشيخ جابر قال له اوقف المباحثات واخبروا الوفد السعودي الزياره ايه؟ خلصت. يلا انت وهو. طبعا ما تتقالش بالشكل ده. يعني طال عمرك شرفتونا وخلينا نتقابل تاني وابعت ابوك، عارف؟ خرج محمد بن سلمان بيقولوا انه ما كانش في ودائعه ولي العهد الكويتي، بيقولوا ان اللي كان في ودائعه هو وزير الخارجيه. وبعدين رجعوا النهارده صححوها وقال لك ان ولي العهد راح لايه؟ ورافق وزير خارجيه لحد الايه؟ الطياره. مفيش صوره للوداع. في صوره للاستقبال. مفيش صوره لايه؟ معناها انه ايه؟ لكن قيل ونقل بقى ان محمد بن سلمان هدد وزير الخارجيه الكويتي وقال له يصير خير يا الكويتيين، يعني انت عارف يصير خير دي يعني ايه؟ هوريكم اللي عمركم ايه؟ ما شفت. ده السيناريو الاشهر دلوقتي. لانه لما تتابع الزياره اهو يصير خير يا الكويت، الصوره دي هي دي صوره صباح الخالد وده وزير الدفاع ورئيس الوزراء. الصوره اللي محطوطه قبل كده دي ما اعتقدش ان هو ده وزير الخارجيه يعني، بس للتنويه يعني. انتظر الطيارات بن سلمان ساعتين وربع قبل ان تقلع عائله المملكه. يا ترى بقى كان في كلام شتيمه؟ هم اللي عطلوه قعدوه قالوا له ده في حاجه في الجو، ما تعرفش يعني لعبوا معاه نفس الايه؟ ما تعرفش. لكن طلع ومشي بالليل. اقصر زياره قام بيها مسؤول سعودي الى الكويت. الجو متكهرب. محمد بن سلمان عنده مشكله. واحد مطالب من ترامب بانه يضخ نفط، لانه ترامب اتصل بسلمان من شهر وطلب منه زياده النفط وقال ايه؟ انا موافق. فرجعت عتبه الخارجيه السعوديه البيت الابيض، يا اخي بهدلتنا. فطلع قال يعني عبر طريق المتحدثه بتاعته، قال يا جماعه الخير انه لا يعني تناقش في الموضوع، انما ما كانتش اوامر. لحد ما جت اخر مره ترامب ادى التعليمات واضحه زي ما انت شفت كده، يعني كل الحياه في هناك. فمحمد بن سلمان عاوز ياخد من الكويت عشان يدفع لمين؟ لترامب، لانه البلاوي عليه كتير. محمد بن سلمان بيعتقد ان السعوديه هي التي حررت الكويت. وزي ما امريكان بيطالبوا محمد بن سلمان يدفع، محمد بن سلمان بيعتبر زي ما هو جريده الاخبار هاتوا نفطكم عشان نرضي ترامب.
هاتوا نفطكم. يعني ايه؟ خد بالك؟ سيبك بقى من الضحكات والابتسامات والكلام الفارغ ده كله، لا مش مهم، لانه المهم هو انه عاوز يركع الكويت. ليه؟ لانه عنده شح مالي، وبالتالي هو عنده فلوس مش عاوز يدفعها، لانه يعلم ترامب انه قال سعود عندهم تريليونز، يعني 1.5 2.5 تريليون، ده يعني ايه؟ ده بتاعهم هم، والدوله عندها شويه احتياطي كده 3 4 تريليون، وبالتالي يلا ندفع الايه التريليونات اللي عندكم لمين؟ لترامب، وانا مش هدفعها لوحدي. وهو بالتالي يريد ان ينصب نفسه امير الدهاء والحسم في المنطقه، هتدفع انت من هنا، وانت تدفع يا محمد يا بن زايد، وانت تشارك هنا. لا، انت اصغر من ان تقوم بهذه المهمه، اصغر يعني في كل شيء، لانه البلد المنطقه دي فيها حاجات راسخه من زمان. الكويت واحده من هذه الرواسخ، رغم تحفظي على موقفها من الانقلاب، وانت عارفين ان انا ضد هذا الكلام من زمان، لكن انا ساعه الحقيقه لا ارى ان محمد بن سلمان لا قائد ولا شجاع ولا بتاع، ده راجل بلطجي بيعيد سيره جده فعلا لما كان يفرض على الجبايل. وخلي بالك ان احد اجداده كان هربان في الكويت، يعني اللي اديت له الحمايه لجده كانت الكويت بالمناسبه، دخل في جوار الكويتيين. فمحمد بن سلمان الان يعيش اسوأ ايامه، حرب اليمن مبهدله الدنيا، ترامب ضغط عليه وعلى باباه، على باباه طبعا انت عارف مش قادر يعمل حاجه، ترامب عاوز الفلوس، هو مش عارف يعمل اصلاح داخلي، معتقلات، دماء توقعتها، قتل في السجون، والان وانا بكلمك حملات مداهمات رهيبه جدا داخل السعوديه، مش عارف يخلص في مساله الحكم، والكويت بتدرك انه لا يا شاطر، احنا دوله مستقله ومستقله، ساعدناك في موضوع الانقلاب على الرئيس مرسي، دفعنا، انما يعني ده احنا كنا بنعمله مع الشيبه الناس الكبيره، انما مش هنعمله معاك، انت مالكش فضل علينا. دي نقطه مهمه وغايه في الاهميه. ماذا سيفعل محمد بن سلمان؟ هاي ورط ترامب في مساله الكويت، يعني هيقول للامريكان الكويت مش عاوزه تدفع، ويعمل يعني بيخلق للكويت مشكلات مع امريكا. اعتقد ان الكويت تدرك ان المنطقه داخله على ايام سوداء، سنين سوداء، مدركه ده تماما، تحاول تمشي على خط يعني رفيع جدا. قطر عرفت مصيرها خلاص، هي دوله مستقله ذات سياده بعيد عن هذا الكيان الوهمي. ده بقى اللي حاصل محمد سلمان ياكد لك كلامي السابق اللي قلت لك فيه ايه؟ انه مجلس التعاون الخليجي ايه؟ بح. لان محمد بن سلمان بالطريقه الهجوميه القاسيه وغير الدبلوماسيه على الكويت والكويتيين مش هيسيبوه. طبعا عنده شويه ذباب الكتروني متمثل في كام واحد اعرفهم كويس جدا، عطشانين للمال بتاع بن زايد ومال السعوديه، والسعوديه بتدفع، يعني بتدفع. فتلاقي في 5 6 شخصيات منهم 2 بيقدموا برنامج تلفزيوني، وواحد بيطلع يتكلم مش عارف اسمه ايه، كان ظابط وعامل نفسه بيحط صوره السعوديين وراه في بيته ويقول لك مرحبا بامير الحزم، انه هو كويتي المفروض هو يحط صوره بلده، يعني عرفا لو انت راجل وطني، ويقول لك انا شايف وانا مش عارف، ما اعرفش هو بيشوف منين، ما اعرفش مع مؤهلاته ايه، لا يعني يكون يعني راجل مستواه بسيط، بس يعني شكله في الكلام عبيط يعني، بس بيدفع له كويس، بيعمل الغطره بقى ويعملها كده ويظبطها ويعمل لها قرون وحاجات كده، حاجه يعني لطيفه جدا، دي احلى حاجه فيه يعني.